شباب رحبوا بها شباب. ارجع يا ولد ارجع ارجع. يلا يلا يلا. افا لا يا مرحبا يا استاذ الغالي. ترى قدني ترى قدني ناوي اوديهم غرفه الغياب. لا 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 لا. دام انك جيت يا وجه الخير ازهلهم يتصرف معهم. يلا 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 شوف. يلا يلا يلا. يوم الجمعة كان إجازة لنا. خلي يا مدير خلي يا مدير مدير إجازة لطلاب المدرسة فما قدرنا نسقي. يا شباب شغل الموية صف أنتوا كلكم. يا صف واحد سكر الماء سكر الماء سكر. صف واحد كلكم كلامي واحد. يا سكر موية سكر موية. طيب صفوا صفوا هنا. سكر موية صف هنا. اجلسوا هناك يا شباب. يلا 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 صفوا صفوا. يا محمد خلي العناد. يا محمد خلي العناد. كب ذي وتعال. صفوا. طلعنا ولا باقي؟ ابغى نطلع. اي نفدك. صفوا ولد. يلا 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 يا شباب صف. المايك كليك تفضل. ولد السلام عليكم. كيف حالكم؟ طيبين؟ ايش اللي صار؟ واحد واحد دقيقة دقيقة. خذ من كل فريق واحد. تعالوا استاذ احنا ما كنا يوم الجمعة متواجدين في المزرعة فهذا طيب. استاذ محمد عشان يوم الجمعة ما شاء فعل. طيب دقيقة نعم احنا عشان هذا. طيب واحد واحد. طيب ليش؟ ايش اللي صار؟ ليش ايش اللي صار؟ جو البزنس وجو خرب الزرع. طيب الاخضر استاذ لان يوم الجمعه يا استاذ ما حد سقاها. يوم الجمعه ما تطلع. قول يوم الجمعه يا استاذ كان عوف عليهم. يوم الجمعه خلاص واضح واضح. انا لان الشمس خش عليها كريبر فاحنا ما قمنا يوم الجمعه فهي انحرقت من الشمس. ممتاز يلا قول لي. ممتاز. طيب من يبي يقول لي كيف نعالج الغلط؟ انا قول قصه. يمكن يمكن ويمكن لا. ايش في حل ثاني؟ استاذ نقصها ونخلي جذورها موجوده. هذا حل يمكن ويمكن لا. انا تدرون ليه؟ لان اذا ما تيبست الجذور اذا ما يبست مره واحده يمكن يعني احتمال ضعيف. طيب نسوي واحده ثانيه وتموت. لا احنا نبغى اول شيء احنا بنسوي واحده ثانيه صح. لكن اول شيء نبغى نحل الموضوع اللي صار. قول لا قول لا هو بعد ما نجيب واحده جديده يا استاذ. قبل لا قبل ما نجيب واحده قبل جديدة. قبل ما نحل الموضوع ما نجيب واحده جديده. المويه اي المويه شو نسوي فيها؟ نحط عليها مويه نور نسك الجذور. طيب خلينا نختصر الموضوع. انا عندي قول انه كل مره عشان يوم نسقيها راح تطلع جذور كل مره وحن اجازه. دقيقة نجيب خرطوم نحطه عليه مويه. طيب ندخل فيه مويه. طيب فهو بعدين كل ما كيف وش عرفه انه راح تصب مويه؟ طيب طيب شباب ارجعوا ارجعوا خلنا نختصر الوقت. ترى اليوم معنا نص حلقه بس ها. طيب انا كنت قاصد ومتعمد ان احنا نزرعها وكنت عارف انها بتموت لانكم تطلعون يوم الجمعه اجازه ولا في حد بيسقيها بتموت. ليه؟ لان الشمس حاره. يعني لو 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 مثلا لو مثلا لو مثلا حن في منطقه بارده زي ابها الطايف يمكن التحمل يوم يومين يمكن. بس الرياض الشرقيه المحلات اللي الحراره فيها توصل 45 50. ارجعوا يا شباب ارجعوا 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 ارجعوا. خط واحد خط واحد. طيب ما نقدر ما نقدر اسمعوني اسمعوني ما نقدر نعتمد على انفسنا في السقي. ليه؟ اوقات تكون عندك دوام تكون عندك دقيقة أوقات يكون عندك مدرسة يمكن تروح الزيارة وتنسى يمكن تكون إجازة تروح خميس وجمعة تسافر ولا تروح مكان. في الحالة هذه إيش تسوي؟ تحط نظام ري مؤقت ري يعمل بالكهرب زي الرشاش. كل يوم الساعة اللي تحطها فيه يشتغل فيه العدد اللي أنت تبغاه. تشبك تكنولوجيا. يا سلام عليك. نستخدم التكنولوجيا زي ما قلنا. ايش قلنا احنا في اول درس؟
الزراعة مع مرور الوقت ايش تصير فيها؟ تتطور. التطور. طيب تتطور، طيب ليش ما استفيد انا من التطور هذا؟ انا ابغى اروح اجازة وما ابغى كل شوي انا جالس عند الوردة ذي، ابغى اروح افلها واستانس. هذا مؤقت، الري يقول روح توكل على الله، انا كل يوم متى تبغاني اسقيها؟ الصباح والمساء على خشمي، الصباح والمساء اسقيها. طيب فاليوم درسنا تصحيح الدرس امس، ترى انت انا كنت عارف انها بتموت وبنجي اليوم بنسوي الشيء هذا، بنركب نظام ري، بنمدد اهواز. طيب كل فريق يسحب له خط، طيب بنمد خط رئيسي وكل فريق يسحب له خط مع المدرس حقه. طيب طيب وكل عند قدام كل ورده تحط لي النقاط، هذا اللي نقط عليها. عرفته. طيب اوكي عرفته. طيب وبنحط لها بعدين ان شاء الله الحصه الجايه بنركب المؤقت الري هذا، بنجيب واحد فيه شيء يشتغل على بطاريه وفي شيء يشتغل على كهرب، احنا يمكن الوضع هنا ما يساعدنا على كهرب، بنستخدم اللي يشتغل على بطاريه. طيب نشبكه في النظام وخلاص، يصير مثلا احنا نبغاه. طبعا الاشجار هذه نحتاج نسقيها للصباح وفي العصر، نحط له وقت، نقول الساعه مثلا 6 الصباح 7 الصباح اشتغل 5 دقائق مبرمجة يا حبيبي انت. العصر الساعه 5 نفس الشيء، نقول اشتغل 5 دقائق، وبتشوفونه كل يوم تجون تحصلون التربة رطبة. ليه؟ لأنه هو أشتغل عليها. أوكي؟ طيب الحين عرفنا المشكلة صح؟ صح. طيب كيف بنحط كان... اللي؟ ها؟ كيف بنحط؟ الحين بنشرحها. أنا بمد خط رئيسي هناك وراء. طيب وبعلمكم الآن كيف تركبون الأجهزة الأدوات هذه مع المدرسين، وتطلع لك خط فرعي. وتشوف أنت مثلاً كيف تقسيمتكم، تبغونها خط بيطولي، تبغونها على حد، على حسب النباتات اللي أنت زارعها وين. لانه لازم النقاط هذا يكون عند الشجره نفسها، هذا اللي بتحطه، فالهوز لازم تجيبه عندها. اوكي طيب نبدل قصدك ناسس له. ايوه اشتغل على النبات. معلي بنسكره، فهمتوا الوضع الان؟ اليوم بنشتغل ايش؟ بنشتغل عليه التكنولوجيا وتركيب نظام الري. اوكي بعدين اذا ركبناه وجهزنا نبدا نزرع. تمام يلا توكلنا على الله. كل شخص عند مزرعة عند ورده واقف يمديك تدرس. طيب يا شباب في حاجتين انا ابغاها منكم. طبعا هذه نستخدمها نسخن هذا اذا جينا نشبك بين جزئين، جزئيه تكبر. ايوه عشان تكبر ونسيت وتم. هذه استخدامها يكون عندكم. طيب الشغله هذه الفتحه هذه ايوه الفتحه هذه لازم انت تفتحها بعدين هو يجي يضغطها. ممتاز عشان نكون بعيدين يكونون دائما الشباب سليمين. طيب يكون بشكل دائري عندنا على حسب. شوف انا بمد خط رئيسي، شفت هذاك انا بمد خط رئيسي ورا وبتمد ونتفرع. طيب منه. طيب وكل واحد منكم ياخذ ايش اسمه على حسب الورد اللي عنده ياخذ يشبك هنا في حرف التي خالد وتطلع لك. اي خلاص تمام طلع لك انت وشوف شكلها على حسب على حسب الشكل. مثلا الشباب هذول خط مستقيم ما هم تعبانين، الشباب ذولاك اللي تفلسفوا شوي حطوا دائره الازرق فيه فلسفه. شوف كيف تقدرون تعيدونها مين عاد نسوي خوش يفكونها ويطلعونها. لا احنا بنزرع من جديد، بنزرع ما فيها كلام. ايش اصعب شيء الحين كذا ها دائري؟ ايه لا عادي ترى الهوز ترى الهوز يمتد دائري عادي. تفلسف ابو عبد الله. لا احنا غرايب هناك سيد. لا بقول لك شفت في طريقه. لا في طريقه اذا لفيته بقص لكم قطعه من الهوز هذا واحطها كذا تقرسها تمسك. شغله والله انك شغله. تعال كلام. لا معليه شو اسمه الجزئيتين هذه خاصه فيكم. اي زال بسيط. طيب خلينا نروح الان نقسم شو اسمه. انا اقترح انك تعطي الخمس الاحمر 5 نقاط على الادب. الربيج ما موجود هنا. بقول انا اقترح فهد لا الخط بيجي يا شباب سكروا الماء الله يرضى لي عليكم. سكروا الماء. لا خله اهم شيء مزرعه. لا شويه تبغانا نساعدك بشرب خشب. شويه حبيبي شويه يا حبيبي شويه.
كيف؟ ها هنا في الملعب تخش الملعب. ابقى ابقى يا هلا يا هلا. شوي دقيقة دقيقة. ريحته ما تعيش السد. فرها 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 كذا ايوه. خليه يجي سيده خليه يجي سيده. ريحته ما تعيش السد. هذه يمكن ومدري مدري يمكن. لا بس تسحب اسحب. الله يقواك يا شيخ. يلا يلا شباب شباب بدون صوت. بدون صوت بدون صوت يا شباب. بس بس لفها لفها بس لا تسحب لا تسحب لف بس. لف لف لف. بس ابغى هجي سيده لف بعد يقول له شفت شفت ابعد 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 خلاص خلاص يا خلاص روح اسحبه شوي هناك في الاخير رجعه نزله في الارض هد هد خلاص حطه في القاع حطه في القاع حطه 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 خلاص حطه من يدك فكه 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 يا ولد ولد فكه ايوه اسحب راح روح روح ايوه طيب طيب تبي مساعده يا استاذ؟ لا خلاص انا ببدا هناك عند الفيديو خلاص شيل عنك لا 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 خله 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 كل واحد يجلس في المربع حقه عشان اعرف مني امسك روح هنا روح سيده روح في الاخير بس 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 تعال اقطع هنا تبع على يدك ايوه لا قد دخل داخل بعد بس خلاص يلا ها اللي يخص الاصفر عندي يا ابو خلاص الاصفر هنا خلاص والبنفسجي برضه البنفسجي ها غير اسمع حكتيها ابا في جيب اسحبها روح روح يا استاذ بس 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 ازرق خذ امسك محمد وانا اسمع وانا ارفع دننن سوف تلعب كرة؟ يلا هم حقتهم مرخيص لا هم ضبطوها يلا ضبطوا انتم لا شو ضبطوا؟ سلكك مع سلكنا ما يجي السلك هنا يا عبد المجيد يا ذكي مو بهنا سوداية سوداية حطها جنب الوردة ابعد يا ريال اول شيء ها رايد شد 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 ابعد هنا هنا تقريبا هنا 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 بعد بعد روح 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 اقدم اقدم روح طب لا تمسك قاعد نلعب شد الحبل لا لا اصبر عشان تستقي فهد اصبر ايوه على الورد عشان المويه تسحب اسحب اصبر فهد عشان يا شباب اترك هلا ولد اسمع الكلام انت اسمع خلوها تمر على الورود كلها كذا نزل ايوه قربها شوي من نردتك يا رايد لا لا خطه خطه حلوه ايوه ايوه هلا هلا خلاص كذا تمر علينا كلنا صح ايش اسوي الحين استاذ صح امسك بس هذا اشرك بعدها شوي عشان ما تجي على النفس على طول ما نبه لا نحطها من ورا لا لا تدفنها كيف يطلع المويه لو دفنتها ما طلعت المويه تبي نحطها من ورا ولا من وين
لا شوف كيف سوينا احنا تمر على كل الورود. ممتاز. اذا تبغى بعطيك بطاقه. طيب ايش رايك عادي نغير المسار؟ غير اللي تبغى عادي. الموضوع عاد فيه سعه. لان احنا الاسبوع الجاي بنزرع. طيب كيف نقول الحين؟ يعني الشكل يعني مده على كيفك. خلاص ايه نغير ذيك. تعال تعال. صراحة ايه دايرية ذي ما هي زينة. ها ايش رايكم غير الدايرية؟ لحظة نحط كذا ونحط كذا هي ونوصلها بحيود كذا. عطرية يعني استاذ نخليها ممدودة احسن صح؟ يلا. هي نبي نسوي زيهم كذا. ايه نحذر. ممتاز خلاص. عطني ذي عطني اياها. نبدا نقص؟ ايه. اذا قصيت خله سوي قلدي مكان واحد ايوه حطي جيب الولاعه واحمه منها واحمه منها ودخله يلا وبعدين اشبك معاه حطه كذا عطني الكيس تاك عطني يا محمد بجيك الحين بجيك لا ترى افتح زياده ما عليك هو ينفتح افتح بيدك هذا المقص افتحه ايوه هذا دخله هو زين كبه ما عليك منه كله ترجع ثاني طيب كله داخل عشان ايوه عطني التي بسرعه عطني الصمون كذا زي حرف التي تاكد لي ما يستخدمون الشباب اللي عطني ولاعه بسرعه ولاعه وين ولاعه هذا وش خلص من وين اجيب لك ولاعه شوفها هناك عند الكيس خلص خلونا نخلص بسرعة يلا بسرعة يلا هلا استاذ محمد انا اللي ارسلت انا يا محمد انا اللي ارسلته ها يلا خذ عطني ذاك محمد انا اللي ارسلته يا محمد اشبك هنا اصبر ما تهنا كذا كذا ايوه جارتك مي بسرعه ادري امسك ما سويتش ارجع هات العصا هات العصا ارجع 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 شو يسوون شو يسوون خالد خل الخوي شيخ خالد خالد خل الخبال خل الخبال يلا يلا يا عيال ركز يا خالد عبد الرحمن شوفوا شو ندري يسوي ايش يسوي هناك يلا يلا يا ابو يلا يلا الله يعطيك العافيه يلا اخر مره لك ايش ايش تقول؟ معاذ ايش تقول؟ معاذ يقول ما دخلتها بروح بريك ها ايش قلت؟ ما قلت شيء والله قاعد اتكلم وش ذا؟ اخر مره لك طيب ايش عندك؟ لا تبطي ها كمل ما كمل ما كمل ما ما تنمر ما له داعي الرجال هنا هادي ولا ابشر يلا دقيقه يا ابو ابشر يلا 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 تبغى واحد عنده حلاوه تبي حلاوه تعال يلا خلهم خلنا نشوف هنو قد وده يمشي ذا الليل في ما نمشي جنة انا مو شرف العرب كلهم ذا الليل ما عاد فيني تعبان ظهري وزين والاثنين ايش تبغى لا خلينا يرجع عبد الرحمن يلا ايش اللي بريك بريك ليه يا خالد بريك وخويك توجع تعبان يا استاذ ايش تعبان ايش سويت ايش سويت ما ادري ما سويت شيء يا استاذ بس تعبان ايش فيك يا عمري ايش؟ ما ادري يا استاذ خلاص اجلس ثانية بس 20 ثانية خذ الولع يا عمري استاذ مزبوط كذا؟ اي اي سلام عليكم ايوه انتظر كلام هي كذا احمر محمد الاحمر في القمه انا سويت كذا وزبط ما عليه عشان كذا طلع عندك ريح حريق يا رجال بسم الله الرحمن الرحيم
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. مرة اوكي خلاص سلام. سمو ادخلها وخذ مقروط. ها مد 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 هناك مد هنا خلاص. انا اللي اسوي كل شيء. مدوها بد مد مد ايوه خلاص. انا صادق روح جيب 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 ذيك من هناك. يلا بسرعة خلاص خلاص بس يا مدها نزلها. وقفوا هناك وقفوا. روحوا كلكم جنب الاستاذ محمد يا اربعه. جلوس سولفوا مع الاستاذ محمد سوالف وضحك وقصيد ومنها فيها. يجلسون عندك خلاص انتهى الكلام. ايش سمندر عطري لي عطري لي عطري زر الديه من هناك بسرعه. عمر عطى الزرديه يا عمر. هي الاخضر الاخضر بسرعه. لا 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 دي انت استعجل نطقوا معاك. طيب الحين هذا خلاص هذا خلاص هذا خلاص الحين وين؟ اطلع اللعب بسرعه بسرعه عشان نخلص. ولع اللعب اطلع عند الاستاذ محمد بزبوز. عطى الاستاذ عطني الولاعه. انا علي الولاعه بشرب بسرعه بسرعه. عجل بحيو. لا لا تي تي زي تي اوكي. عندك استاذ؟ ايه بعده بنشبك ذا. ايه لاني بشبك الشباب مدرس مهم موجود. ها؟ خمس دقائق بس وترفي نقفل زبط هذا كله بس خلاص. هو اذا شبكناه طب عطري اللي يجي شو اسمه يجي الاسبوع الجاي نركب التايمر والتنقيط. اي وانا زبطها أيوه. يعني بس هذه خلاص. اي بس خلاص سامي استاذ نجمعهم خلاص. ها؟ لا انت خلص الفريق ذا وانا بخلص ذا الفريق. عطري الولاعة بسرعة يا عبد البدر بسرعة. محمد لا 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 خمس دقائق وخلاص. خمس دقائق ونقفل. خمس دقائق ونقفل عيال. يلا بسرعة خلص اخضر. نقفل الليلة قصدي نقفل الاخضر ها انه عندي. يلا نقفل الزراعة ترى هذول ضايعين. هات معه يا اخضر. خل انا عارف ترى انا عارف دندن يا ولد دندن خلص ايش يلا يلا لا ترفع صوتك في العقل يشتغل. يلا حط اقول لهم يلا اصفر اصفر يلا كثير علم اصفر يلا برا برا هناك لا اسمع صوت هنا هناك هناك يا ولد عسى ما خلف عسى ما تبطي عسى ما تبطي. يلا يا ابو يجلس صوت 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 منافسة شريفة ومبروك على الفريق الأحمر. كم مقابلة لو سمحت وشكرا كم مقابلة استاذ فهد يلا دون صوت. لا اسمع كلمة صوت واحد لا اسمع سايلن كلبشت. اقعد يا رايق بس والله فلا كلبش كلبوش. ايش جالس كلب منو يا من شراله من حلال عل والله ما عييت. هذا مميز انه انا جبته. ركزوا ركزوا مع الاستاذ شوفوا كيف استاذ. ذا مميز انه انا جبته. وش هذا؟ نحن في سباق مع ساعة يا ابني. يلا باقي خمس دقائق. خمس دقائق ان شاء الله انا خلاص ما عليه. الحصة الجاية ان شاء الله بتكون الزرع يا استاذ. تكفى في الريحان يا اخي والله اني قد انبسطت. ما عليه ما عليه يا استاذ. شفت الاخضر؟ اقول لك ليه حقهم ما ماتت؟ يسقونها؟ سنتين؟ لا مو على يسقونها، هي مغطية من الشمس.
إيه هذا الجدار مغطيها، فهذا مكان زين انهم راحوا فيه. ما شاء الله يا فواز معلومات. طلعت الشمس نقصه. بس ابوه بس ورا 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 معك في الجيب الثاني. بس ابوه هيد بابا بمسك لك هذا انا. تمام ثبت لك هي، بثبت لك انا بمسكه. هو عطى تحليقات زياده ممسحين عشان تضبط صح. تضبط ان شاء الله. خلاص شوف هنا في حافه لسه مفتوحه. ما عليك ما عليك ما عليك، هذه خلاص ما عاد تمسك الحين، بيمسك عليها. عطها الاستاذ مسك من تحت، تبي ترى من فوق حار. بسم الله ان شاء الله تضبط الان. تضبط خلاص مسك. طب كيف بتنقطر الحين؟ بكره الاسبوع الجاي ان شاء الله نخرمها ونحط النقاطات. يلا يلا تعال 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 تعال، خل خل المشرف لحاله. تعال لا لا خلاص ما يحتاج مساعده، لازم يعرف الحاله. يلا تعالوا تعال تعال. طيب يا شباب شباب يا حلوين، ها خلنا نتكلم معكم شويه. طيب الان شفتوا ايش سوينا؟ ها الحين شباب، ايه ايه انا ايش قلت الاسبوع اللي طاف؟ ولد ولد انا ايش قلت الاسبوع اللي طاف؟ لبيت في منى، قلت اذا تكلم الرجال باقي يسمعون. طيب طيب عرفتوا الان ايش سوينا؟ مدينا، شفتوا الخط هذاك اللي ورا؟ ارحم والديك وقف. شفتوا الخط اللي ورا هذاك؟ مدينا صح؟ هذاك هو المصدر الرئيسي اللي بيجيب لنا مويه. طيب التوصيله اللي ركبتوها الان كل واحد ياخذ، شفتوا زي الساقيه؟ تعرفون الساقيه؟ كان واحد فتح له خط مويه ويجي. شفتوا مثلا زي النهر وتفتح فتحه ويجيك مويه؟ هذا اللي ورا اللي حطيته هنا زي النهر، وانت تفتح لك فتحه وتدخل عليك المويه. طيب لا هذا بنركب بعدين هناك في المحبس هناك، بنركب المؤقت بنحطه على بطاريه ونعطيه اوامر نقدر نشبكه على الجوال. طيب الاسبوع الجاي باذن الله المشرفين راح يحطون عند كل نبته بنزرعها النقاط هذا، بحيث انها تصب المويه تحتها. جميل. فالاسبوع الجاي باذن الله بيكون عندنا التوزيع الاخير حق شبكه الري. ممتاز. تفضل يا استاذ. يعني اذا شبكتها على الجوال وحطيتها من تحت اضغط زر اوف ولا اون ويشغل المويه؟ ابرمجه خلاص. ابرمجه ابرمجه ايوه تطبيق ايوه برنامج بوريكم اياه الاسبوع الجاي ان شاء الله. نحطه مثلا ابغاه كل، لا بنشبكه هناك في المصدر الرئيسي وخلاص، هو يفتح المويه كل يوم. بنخليه يفتح المويه للصباح وللعصر، بيفتح كل يوم للصباح وللعصر يسقي كل زرعه انت حطيت فيها النقاط هذا. طيب اشتاق لكم الى الاسبوع القادم. خلصنا. بيض الله استاذ. تحيه الاستاذ محمد. الله يبيض وجهك وجهك ويجمل حالك طول عماركم ان شاء الله. استاذنا اليوم ايش سوى؟ عالج المشكله اللي حصلت الاسبوع اللي راح وسوى لكم تقطير. نعم. الاسبوع الجاي بيركب برنامج ولا جهاز بيشرح لكم كيف آليته. نعم. الله يبيض وجهك وجهك ويجمل حالك وحياكم. شغل اليوم كويس ان شاء الله اسفدتوا. ممتاز. احفظوا لان يوم السبت في اختبار. نعم. شوفوا ترى هذه ميزه، هذه ميزه اللي المزارع ما يقدر يجلس في بيته. يعني مثلا انا مزارع عندي مزرعه كل يوم اصحى واروح ما عندي للمزرعه ما في مشكله، بس اذا انا عندي حديقه وعندي دوام ولا عندي سفر ما اعتمد صحيح. على نفسي انا اللي اسقيها، لان يمكن يجيني ظروف، يمكن امرض ما اقدر اطلع برا ذاك اليوم، يمكن عند ايوه استخدم التكنولوجيا خليها تسهل الحياه علي. هذا اللي ان شاء الله باذن الله بنسويه الاسبوع القادم. بيض الله وجهك. نراكم على خير. جعلك تسلم. الله يبيض الله يوفقك طول عمرك. فرصه سعيده. الله يطول عمرك. موفقين. ترى عاد اسمك اخذني ادعي بدر المطيري لاني ابغى بروز به العقال بيشتغل اذا ما يراح يدن.
بالعفيم صراحة شغلة جميلة. يا شباب استفدتوا تعال هنا يا عم. طيب بدر ليش ايش رايك شو واحد ثاني لانه يمكن يطول شوي؟ ما في مشكلة. صح. من اللي يروح يأذن؟ انا. دقيقة اختاري اختاري استاذ محمد. دقيقة السؤال ريح نفسك سلطان مطيري ولا بدر؟ لو سمحتم.